السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نستهلها بالعناوين. نقلا عن وسائل إعلام عبرية، إسرائيل تتجاهل رسائل العالم التحذيرية والكارثة الإنسانية المتوقعة وتستعد لاجتياح رفح. الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال يوم، وعدد الجثث المستخرجة حتى الآن من المقابر الجماعية وصلت إلى 334 جثماناً. وزير سابق يحذر من صفقة مشبوهة يجري الإعداد لها بين السعودية والحوثيين، ويدعو الحكومة لتحريك الجبهات العسكرية. تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي استعداداتها لتنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي تمتلئ بالنازحين. بحسب موقع اندبندنت عربية، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى رفح، وقالت إن استعدادات تجرى لإجلاء النازحين الفلسطينيين الذين يحتمون هناك. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن قرار للحكومة الإسرائيلية أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم قريبا جدا. وأشار البعض كما جاء في الموقع إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بدأ أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال سيتم إجلاؤهم من مدينة رفح، لكن حتى الآن لم يصدر تعليق بعد عن مكتب نتنياهو ولا مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بشأن اجتياح رفح. وتأتي هذه الأنباء في ظل مواقف أصدرتها معظم دول العالم تدعو فيها إسرائيل لعدم شن أي عملية عسكرية في رفح التي تؤوي نحو 1.5 مليون نازح. تستمر عمليات انتشال جثامين الشهداء من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع ارتكاب الاحتلال 6 مجازر خلال 24 ساعة. وقال فريق الدفاع المدني أنه انتشل 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى ناصر الذي واجه حصارا إسرائيليا، وبذلك ارتفعت حصيلة جثامين الشهداء التي انتشلها الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي إلى 334 جثمانا. وكان الدفاع المدني أشار إلى وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمع ناصر الطبي، وتوقع المكتب الإعلامي الحكومي وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي داخل المجمع الذي حاصرته قواته واقتحمته عدة مرات منذ بداية الحرب. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 6 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 79 شهيدا و86 مصابا. كيف عمقت حرب غزة الاستقطاب في النظام الدولي؟ كتب عمر نجيب مقالا في موقع عربي بوست وقال فيه: يوما بعد آخر تتسع نيران الحرب على غزة، سواء بشكل مباشر أو غيره، حتى إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت قال: نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من 7 مناطق، غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في 6 من هذه المناطق. وأضاف جالانت: من دون تحقيق أهداف الحرب ستكون المشكلة أن الناس لن يرغبوا في العيش في مكان لا نعرف فيه كيف نحميهم. وهذا اعتراف بأن هناك خطراً وجودياً لاستمرار احتلال فلسطين. وقد تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، واختلف المحللون ووسائل الإعلام في تقدير مدى انتصار كل طرف، ولكن الواضح للجميع وما لا خلاف عليه أن عملية استقطاب للقوى الكبرى في تلك الحرب إلى جانب الطرفين قد أصبحت أكثر جلاء من أي وقت مضى. اليوم أكثر من أي وقت مضى، الاستقطاب في النظام الدولي يعكس تجليات معقدة تتخطى مجرد الرغبات والخطابات فقط. فبينما يرى الغرب أن حربه في أوكرانيا مقدسة وأنه لا حياد عن دعم إسرائيل بلا حدود لاستمرار الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط، تبرز ديناميكية مختلفة بين قوى مثل روسيا والصين وإيران، حيث يشكل التحالف الضمني بين هذه الدول تلاقي مصالح
وضرورة استراتيجية لكسر الهيمنة الاقتصادية الغربية والتصدي للتهديدات الأمنية والسياسية المستمرة. هذا التلاقي في المصالح ربما يفضي إلى سعي جاد في القريب لإعادة تشكيل توازن القوى العالمي، بما يعكس تحولات عميقة في النظام الدولي. حذر وزير سابق في الحكومة الشرعية من صفقة مشبوهة يجري الترتيب لها بين السعودية وميليشيا الحوثي. وقال موقع المصدر أونلاين في تفاصيل تصريح الوزير السابق بأن مروان دماج وزير الثقافة السابق وأمين عام نقابة الصحفيين سابقا كتب تغريدة له على منصة إكس أن هناك صفقة كبيرة بين الحوثي والسعودية لا نعرف حجمها، لكن ربما قد تكون صفقة العمر للحوثي. وعن الرأي الأمريكي في هذه الصفقة أضاف مروان: يبدو أن الموقف الأمريكي يجاري الرغبة السعودية، رغم أن السياسة الأمريكية تقتضي إضعاف الميليشيات الإيرانية قبل أي تفاوض وصفقة مع إيران. ودعا الشرعية إلى أن تغادر حالة الذهول والانتظار وتقوم بتحريك الجبهات العسكرية، أهمها جبهة الساحل الغربي التابعة لقوات طارق صالح. ولكن الوزير السابق لم يفصح عن أي معلومات بشأن طبيعة الصفقة أو بنودها، وفيما إن كانت الحكومة الشرعية ضمن الاتفاق أم لا. وربما كانت إشارة الوزير مروان دماج تتصل بما جاء في موقع ميدل إيست الذي قال إن ترتيبات سعودية عمانية تجري حاليا لاستئناف مفاوضات السلام باليمن. وذكر الموقع في تقرير له أنه عاد الحديث عن استئناف الرياض ومسقط الترتيبات لعقد لقاء مباشر بين الحكومة الشرعية والحوثيين واستكمال الترتيبات المتعلقة بالتوقيع على خارطة الطريق. وأشار ميدل إيست إلى وجود تسريبات لوسائل الإعلام بشأن موافقة الحوثيين على حضور اللقاء، شريطة أن يكون موضوعه مسودة الاتفاق التي سبقت الموافقة عليها، مؤكدين رفضهم أي تعديلات استجدت فيها. وقال عبد العزيز البكير المسؤول في حكومة الحوثيين غير المعترف بها إن جماعته استأنفت نقاشات مع وسطاء أمميين وعمانيين حول خارطة طريق سعودية للحل في اليمن. ورجحت مصادر مطلعة أن تناقش المشاورات نقاط الاختلاف على الخارطة والترتيبات النهائية للوصول إلى مرحلة التوقيع عليها. قبل أيام كانت الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في السودان، أو كما يسميها البعض المأساة المنسية، نظرا لانشغال العالم بأحداث أخرى وإدارة ظهره للدمار الحاصل في البلد الأفريقي. تحت عنوان السودان في العام الثاني من الحرب، كتب الكاتب الليبي والصحفي والقاص والروائي جمعة بوكليب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء في هذا المقال: الذكرى الأولى للحرب الأهلية في السودان مرت علينا من دون أن تتمكن رادارات وسائل الإعلام العربية والدولية من التقاطها، نظراً لانشغالاتها بزحمة تطورات أزمات الحروب الدائرة في أوكرانيا وقطاع غزة، وأخيراً تصاعد حدة الموقف العسكري بين إيران وإسرائيل، وما ينذر به من أخطار وكوارث على منطقة الشرق الأوسط والعالم عموماً. تقارير منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة باللاجئين والإغاثة تؤكد أن حصيلة عام من الاقتتال في السودان كلفت 15,600 قتيل، وأن 8,600,000 سوداني تركوا بيوتهم هربا من الموت. وتسببت الحرب في أكبر كارثة تعليمية نتيجة دمار وإقفال المدارس والمعاهد والجامعات. العاصمة الخرطوم أضحت مدينة مدمرة، وكذلك أم درمان وغيرهما من المدن. وما حدث ويحدث في غرب البلاد في منطقة دارفور يمكن التحقق منه بالاطلاع على ما تنشره منظمات الإغاثة ورعاية اللاجئين الدولية من إحصاءات عن أعداد اللاجئين الذين يعيشون بمخيمات في تشاد، وما يواجهونه من ضنك وآلام وأمراض، وما يعانونه من مجاعة بخاصة بين الأطفال. عام مضى والحرب دائرة بلا توقف، كر وفر في شوارع المدن السودانية بجميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الطائرات، والعالم يدير ظهره لها. الجنرالان المتخاصمان حتى هذه الساعة
يرفضان بعناد دعوات وقف الحرب والتفاوض، وكلاهما يصر على مواصلتها حتى تحقيق النصر النهائي. وهذا يعني حرفيا أن السودان قد يبقى يعاني من ويلات الحرب والموت والدمار لسنوات مقبلة. والسؤال: ما الجدوى من تحقيق نصر عسكري يفضي إلى تدمير السودان وتفريغه من أهله؟ إن تجارب الحروب الأهلية تؤكد أنه لن يخرج منتصرا من حرب السودان إلا أعداؤه. واحدة من المشكلات التي تواجهها أوروبا في السنوات الأخيرة هي ظاهرة اللجوء، وفي خطوة أخيرة وجريئة وتثير الكثير من الجدل، أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون لإتاحة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى بريطانيا إلى رواندا. ونقل موقع مهاجر نيوز بيانا مشتركا للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوض السامي للاجئين يهاجم التشريع، ويقول إنه يقوض بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة في جميع أنحاء العالم. وكما يقول الموقع، فالقرار يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك. وتتعرض حكومة سوناك البريطانية لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يبحرون انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة. ويتعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة ويلقى معارضة من جهات عدة. وقال عنه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن القانون يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. معادلات ردع جديدة بين تل أبيب وطهران. كتب أمجد إسماعيل الآغا مقالا في موقع ميدل إيست أونلاين، لنتابع جزءا من هذا المقال. طهران تسعى وفق منظورها إلى فرض توازن قوى يحمي مشروعها، أما تل أبيب فردت أيضا وفق منظورها ضد إيران بتدميرها قنصليتها في دمشق واستهدفت أصفهان، والأهم تدمير غزة بالكامل. وهذا ما يؤكد بأنه من غير الممكن أن تقوم إسرائيل وإيران بشن حرب مفتوحة ضد بعضهما، لتبقى المواجهة بينهما محكومة بجمل من العوامل والتأثيرات. هذه العوامل والتأثيرات ترتكز على الإجماع الدولي لجهة منع تحويل المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة تمتلك مقومات الارتقاء إلى حرب عالمية تجذب إليها قوى أخرى ترتبط بإسرائيل وإيران. وقد كان واضحاً الإجماع الدولي بمنع تمدد المواجهة في موقف الولايات المتحدة أولاً، ثم في المواقف الأوروبية ثانياً، كما أن الصين وروسيا اللتين ترتبطان بعلاقات جيدة مع إيران تتمسكان برفض التصعيد والانجرار إلى اشتباك مفتوح ثالثاً. لا شك بأن إيران أظهرت قدرة لجهة حشد مئات الطائرات المسيرة والصواريخ واستهداف إسرائيل مباشرة، لكن في المقابل فقد أظهرت قدرة إسرائيل على التصعيد لتلك الهجمات سواء بنفسها أو بالنيابة عنها. وفي ذات التوقيت فقد بيّنت إسرائيل قدرتها على شن هجمات في العمق الإيراني إن عبر مجموعة عاملة في الأرض أو بواسطة سلاحها الجوي، وهذا ما ترجمته عملية أصفهان والتي حملت رسالة بقدرة إسرائيل على خرق النظام الأمني والوصول إلى المنشآت الإيرانية في محيط أصفهان. ورغم ذلك فإن ما سبق لا يعني أنه بإمكان إسرائيل أو إيران شن حرب مفتوحة ضد بعضهما البعض، فأي حرب من هذا النوع ستشمل الشرق الأوسط، خاصة أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح أنه لا حرب إسرائيلية جدية ضد إيران من دون مشاركة الولايات المتحدة، وأن أقصى ما يمكن أن تطمح إليه إيران هو فرض معادلة ردع جديدة على إسرائيل. بعد شهرة واسعة لتطبيق تيك توك وضمن حروب اقتصادية واستخبارية واسعة بين واشنطن وبكين، أمريكا في طريقها لحظر هذا التطبيق الصيني داخل أراضيها. وقد اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا يطالب مجموعة تيك توك بقطع علاقتها مع شركتها الأم في الصين، وإذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
أنه على الفور أو أن أعلن جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب. أما شبكة تيك توك الشهيرة والواسعة احتجت على القرار الأمريكي واعتبرت أن حظر تيك توك يشكل انتهاكا لحرية التعبير ل 170 مليون أمريكي. وكما تقول صحيفة الشرق الأوسط فإن القرار الأمريكي سيجبر شركة تيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر أبل وجوجل على الأراضي الأمريكية. ويأتي هذا الجدل حول التطبيق بسبب اتهامات أمريكية للصين باستخدام تيك توك كتطبيق لجمع المعلومات الاستخبارية. بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة، نشرت صحيفة العربي الجديد مجموعة صور متنوعة لتخليد مأساة القطاع. نتابع هذه الصور. إذن مشاهدينا، كانت هذه الصور التي وثقتها الكاميرات ل200 يوم من الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الآن نذهب إلى أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها سويا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا الصحفية لهذا اليوم. أشكركم مشاهدينا على حسن الاستماع والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل محمد العليمي، وهي أيضا من جميع أفراد الطاقم. في أمان الله.